أهلا بكم متابعين إلى موجز أخبار الآن في دقيقة. مقتل 26 نازحا في دير الزور السورية في انفجار سيارة مفخخة تابعة لتنظيم داعش. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعرب عن استعداده للحوار مع إيران التي اتهمت باريس بأنها منحازة. الرئيس الفرنسي سيستقبل سعد الحريري بصفته رئيسا لحكومة لبنان السبت. وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يقول إن لبنان لن ينعم بالأمن إلا بنزع سلاح حزب الله. كوريا الشمالية تستبعد إجراء مفاوضات بشأن أسلحتها النووية. النيابة العامة البلجيكية تطلب تنفيذ مذكرة التوقيف التي أصدرتها مدريد بحق بوتشيمون. دراسة تقول إن الرجال المتوترون ينجبون أطفالا أقل مرونة وأكثر عرضة للإجهاد. ودراسة أخرى تقول إن أبناء كبيرات السن هم أذكى وأنجح من غيرهم.